ورجعنا لكم فقرتنا التانية في برنامج ساعة مع نورهان. فقرتنا التانية زي ما تعودنا بنتكلم على كل ما هو جديد في معلومة جديدة، وما زالنا مستمرين في ريادة الأعمال زي ما اتكلمنا وقلنا. النهاردة هنكمل معاكم إن شاء الله دراسة بتاعت مشروعين اللي بنفرق بينهم بين بعضهم في الآخر، هنختار كل واحد فينا يختار المشروع المناسب ليه. المرة اللي فاتت اتكلمنا احنا بنقول مشروع الطباعة والكتابة على الكمبيوتر، ومشروع التاني مشروع صناعة الكروشيه الهاند ميد. واتكلمنا ان المشاريع اللي احنا بنناقشها الفترة دي هي مشاريع على قد الايد من جوه البيت، على قد يعني مستوانا. مشروعنا هو مشروعنا، هو انت نفسك ممكن تكون صاحب مشروع. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الاهداف بتاعة المشروعين وقارنا بيهم في عجالة كده علشان ما ناخدش وقتنا. قلنا ان مشروع الطباعة بتقديم الخدمات وطباعة وكتابة احترافية للعملاء من الافراد والشركات، تحقيق ارباح خلال البيع، بناء قاعدة عملاء ثابتة، وتوسيع نطاق الخدمات. بالنسبة لمشروع صناعة الكروشيه اتكلمنا ان انتاج وتسويق منتجات يدوية فريدة ومتنوعة، بناء سمعة جيدة زي ما اتفقنا، تحقيق أرباح، المشاركة في المعارض والحرف اليدوية. دول الأهداف بتاعة المشروعين بتوعنا. المرة دي إن شاء الله هنناقش الحاجات الجديدة بتاعتنا، إيه المهارات المطلوبة في كل مشروع من المشروعين دول. كل مشروع من المشروعين دول مش أي حد بقى يقول أنا عايز أعمل مشروع، زي ما اتفقنا من أول ما قلنا ساعة الشغف، قلنا كل واحد يشوف نفسه ويشوف حاله ويشوف إيه المناسب ليه وهو هيقدر يكمل في إيه عشان ما نفشلش، علشان احنا من حقنا نجرب ومن حقنا نطور نفسنا، لكن لازم نبقى على بينة وعلى علم. ما ينفعش ان انا مش عارف في حاجة واخد فيها. ففي بعض المهارات اللي احنا نتكلم فيها تفرق بين المشروعين. مهارات مشروع الطباعة والكتابة على الكمبيوتر، المفروض ان انا يبقى عندي قدرة على استخدام الكمبيوتر والطباعة بطريقة يعني فوق جيد جدا، لان ما ينفعش ان انا مثلا يبقى لسه ما اعرفش استخدم الكمبيوتر، او كل شويه بعطل فيه، او الطابعه بتعلق مني واروح افتح مشروع. ده اولا مضيعه للوقت ومضيعه للمال ومضيعه للجهد، وفيحصل ان انا حصل عندي مشكله وانا بشتغل بالليل، وبعدين المشكله دي بسيطه جدا، طبعا لقيت مش عارفه الكمبيوتر هنج. ما ينفعش ان انا اروح اقول للزباين اللي هم مستنيين حاجتهم في وقت معين وبجوده معينه، لا يا جماعه الدنيا عندي عطلت، الدنيا عندي تعطل، ده معناها انها عايزه مهندس، عايزه حرفي، عايزه فني، تعطل بالطريقه دي. لكن الدنيا تعطل عندي ان انا ما بقاش عارف بيهنج ليه ومش عارف، لا، لازم يبقى عندي قدره فوق جيده على استخدام الاجهزه اللي انا هتعامل معاها. انا بعرف في بعض الاخطاء، يعني احنا دلوقتي لما بنتعلم نكتب، بنتعلم نفنش الشغل بتاعنا، بناخد برضو بعض الدورات البسيطة للاحترافية، بمعنى ان انا اتعامل مع الجهاز لو حصل له ايه. في بعض الاخطاء، والمجال ده فعلا في دراسة وافية في الموضوع ده، والناس تقدر تاخد في دورات ازاي لو انت حصل عندك مشكلة معينة تحلها. فانا هاخد اللي انا محتاجه عشان انا شغال في بيتي على مكتبي في اوضتي، معوش كل شوية اروح دفع فلوس لده وده وده، يبقى انا ما عملتش حاجة ولا عطل نفسي في الشغل. ده لو انا هشتغل كتابة على الكمبيوتر، طبعا انا بعرف الوورد وعارف ازاي اعمل الجداول وعارف ازاي انسق و اخره. لو انا هعمل ديزاينات، لازم يكون عندي معرفة ببعض البرامج اللي المفروض انا هعمل بيها ديزاينات. السوق عايز ايه، الوقت عايز ايه، دول عايزين يعملوا. انا هشتغل في مجال مثلا ان انا هعمل ديزاينات لليوفط الاعلانية، هعمل ديزاينات للملازم من كفر، ابقى فاهم الدنيا دي كلها، اخد الدورات المناسبة للحاجة بتاعتي اللي انا هشتغل فيها. بيبقى عندي معرفة جيدة ببعض زي ما قلنا نوع الصيانة، معقولة على قدي، بس ما تخلنيش افقد شغلي وما تخلنيش ادفع فلوس كتير. وده لازم يا جماعة، يا اما اعمل نوع من انواع الشراكات اللي على قدها، بمعنى ان انا عندي فني في نفس الشارع اللي انا ساكن فيه، لما بيبقى عطل معين في الجهاز انا بتواصل مع زبون دايم. بس بقى بنقول ده بعيد عن الحاجات الصغيرة اللي احنا قلنا عليها اللي هي جوه السوفت وير، الحاجات خاصة بالهارد وير. انا بقى يبقى بتعامل مع حد معين، انا بنجحه هو بينجحني، هو بيجرب نفسه وبيبتدي يشتغل على حاجات معينة، وانا كمان معاه ببتدي اشتغل على نفس الحاجات بتاعة الشغل بتاعي. فاحنا بنتعاون مع بعض، بيعمل لي المشاكل بتاعتي باسعار معينة وباسعار مناسبة، وفي نفس الوقت بنوفر على بعض جزء من الوقت والجهد. ابتدي اعمل مهارات تسويقية جيدة للتواصل مع العملاء. انا من الاول لما عملت سوقي عرفت ايه سوقي، انا هشتغل لمين وهشتغل ليه، هشتغل على الطلبة، يبقى ابتدي مثلا امسك محور الطلبه دول واشوف الطلبه بتاع مواسم ايه،
في المنطقة ايه، هتتعامل مع سنترات معينة، هتتعامل مع حد في مدرسة هو بيقول لزمايله وبيقول لأصحابه ان هو هيتعامل معايا، ومثلا لو هم طلبة في كلية معينة ايه الملازم اللي بيحتاجوها الطلبة دول، ايه الحاجات اللي بيحتاجوا يصوروها او يحتاجوا يكتبوها، وابقى في المواسم بتاعتهم عارف هم ايه، لان الناس دي مثلا بتبقى مرتبطه بايام امتحانات، مرتبطه بان هي عندها هوم وورك او عندها ابحاث معينه او عندها تقييمات معينه، المفروض ان هي يبقى شغلها جاهز. فانا طبيعي المفروض في دراسه السوق قبل كده البسيطه واحنا هنتكلم فيها بعدين عارف جمهوري، فابتدي اعرف هسوق له ازاي. اجي مثلا انا هسوق على النت، عندي صفحه على الفيس، فابتدي اقول للناس يا جماعه انا عندي كذا 1 2 3، وعارف ان دول هقول لهم في الشهر الفلاني وده في الشهر العلاني. شركات عندي في المنطقه، شركات اللي انا مثلا بنيت عليها، ابتدي ابعت لهم رسائل على الموبايل، ابعت لهم رسائل على النت، ابتدي اوزع اعلانات ورقيه، ابتدي المجال بتاعي. طبعا انا ابتدي لازم تسويق الاول، ولازم زي ما قلنا الفتره بتاعه الفاليديشن بتاعه الاختبارات الاولانيه، ان احنا نشوف الدنيا دي شكلها ايه ونعرف هنشتغل وهنكسب ولا لا، يبقى ليا زبون. احنا دلوقتي في تثبيت الزبون، ان انا بيبقى عندي ازاي وسيله الدعايه اللي انا بعملها بخلي الزبون بتاعي ياخد مني المهاره وياخد مني الحرفه وفي نفس الوقت ينشرني مع اللي حواليه. بناخد مهارات تنظيميه واداره جيده طبعا، يعني انا لو ما عنديش اداره جيده وعندي مهاره تنظيميه حتى لو انا مشروعي هفشل. ليه؟ لان انا لو مش عارف انا خدت الشغل ده من مين وامتى وازاي وهدهوله شكل ايه وفي اي وقت وبكام، يبقى انا عمري ما هظبط نفسي. فانا لازم اعمل لنفسي ابقى عارف الدنيا دي هتمشي ازاي، منظم نفسي وعامل نفسي اداره لنفسي. انا اخدت مثلا اجنده معينه وعندي على الكمبيوتر او اللاب بتاعي، ابتدي انظم اوقات العمل بتاعي، تسليم العمل، العمل ده جاي من مين، جاي من طالب، جاي من دكتور، جاي من شركه، جاي من فرد بعينه، انا خدت من الشغل ده ازاي وهو عايزه ازاي، واقيم الشغل صح واقدر اعرف ازاي انا هكسب منه، وفي نفس الوقت اعرف امتى اعمل العروض بتاعتي عشان اخلي الناس تجيلي. هي بيبقى ساعات بيبقى تخفيض في حاجه معينه، او ان انا مثلا هعمل كميه معينه، فبضطر اقول للناس اللي قدامي لو انت عملتي 100 كذا يبقى انا هنزل لك 10% لو كذا. الكلام ده ما بيجيش اعتباطا، الكلام ده بيجي عن ممارسه وعن دراسه وعن درايه. على قدنا مش هننهك في نفسنا، لكن اقعد وادرس نفسي واكتب بالورقه والقلم وابقى عارف انا هقول ايه واقول ازاي واديه لمين، ده لازم يعني الامور تبقى واضحه عشان ابقى اعرف ادير نفسي واعرف اسد مصروفاتي واطلع ارباح. طبعا مش من اول يوم، لكن في نفس الوقت ابقى عارف الارباح هتيجي ازاي وهتيجي امتى. دي بالنسبه للمهارات المطلوبه لمشروع الطباعه والكتابه على الكمبيوتر. هنيجي لمشروع الكروشيه والهاند ميد. المهارات المطلوبه منه مهارات عاليه في الحياكه بالكروشيه، ده شيء طبيعي. يعني انا لو عايزه اعمل بلوزه كروشيه ولا عايزه اعمل حاجه، ما ينفعش ان انا اروح لحد مبتدئ يلا بيعمل اي حاجه واقول له ما شفتش شغله، ما شفتش مهاره، ما شفتش حرفيه فيه، لو سمحت نعمل كذا. ما فيش الكلام ده، اكيد الناس بتقول شوف يعني مجرب، ده انا الله دي حلوه، دي عملتيها فين، عملتيها بكام، عملتيها ازاي، هو ده. فاللي بيحصل ان انا لازم بقى عندي مهاره بحيث ان انا شغلي يبقى مفنش حلو، شكله حلو، محترم، في نفس الوقت اي حد يشوفه في المجال وفي السوق وفي يعني احنا لينا متوسطات اسواق، احنا المفروض بشتغل في سوق معين، ابقى عارفه ان انا ما تقلش مهارتي وما تقلش نظافه شغلي عن المجال اللي انا بنفذ فيه. بنقول تصميم الانماط والابداع والخيال والابتكار. ده في مجال الكروشيه ما فيهوش حل، لازم يبقى فيه ابتكار، ولازم يبقى فيه خيال، ولازم يبقى فيه ابداع. جايز انا اكون شاطره لكن ما عنديش قدره قوي على التصميم والابداع. طب ما نقول حاجتين، الحاجه الاولى ان احنا نلجا للانترنت، والدنيا بقت معانا لغايه الاي اي دلوقتي بيفكر بدلنا في حاجات كتير، واشوف التصميمات الجديده وادرب نفسي عليها وابتكر، اعمل عينات واعرضها، اصورها واعرضها على الانترنت، وفي نفس الوقت اشوف الزبون عايز ايه. لما يجيني زبون عايز حاجه انا ما عملتهاش قبل كده، ما اقولش ما اقدرش، ما اقولش ما اعرفش، طالما ان انا بعرف امسك الابره بتاعه الكروشيه واتدربت كويس وبطلع شغل نضيف، نقول نحاول. طيب نقول للزبون ايه الحاجه الجميله اللي انت عايزها دي، حاجه مبهره وحاجه حلوه، لو هي حاجه صعبه ليه انا هحاول اطلعها لك على اجود ما يكون واحسن ما يكون، وفي نفس الوقت علشان انت زبون متميز، لان انت اديتني فكره جديده واديتني فكره مبتكره، فانا ههديك ان انا هطلع لك الحاجه باجمل شيء. بنقول ان الساعات الكتيرة والاوقات الكتيرة اللي الواحد بيسهر مع نفسه او يتعب فيها نفسه عشان يتعلم شغلته ويطور في نفسه ويطور في حرفته، دي ما بتبقاش ببلاش، دي بتبقى بفلوس كتير، فلوس كتير ما بتدفعش، بس بتبقى
ما شاء الله. انا امبارح عملت ايه وبعد كام يوم، عشان انا اجتهدت وعملت حاجه جديده، تصميم جديد بيحصل عندي، ان انا بقيت مبتكر. بنلاقي حد كده ما شاء الله اسمه قد كده، وحد بعد شهر بقى اسمه قد كده. ليه؟ انا اروح عند ده، انا بشوف عنده حاجات احلى كتير، حاجات مبتكره، حاجات جديده. ده انا عايزه انفذ فكره جديده. هيقول لك احسن حد هينفذها. ده الكلام ده مش ببلاش، الكلام ده بتعب، الكلام ده بدراسه، الكلام ده بجهد. اشتغل على نفسي، حاول اخلي نفسي حد متميز، حد بيعرف يعمل، حد نفسه يسعد الناس وفي نفس الوقت عايز يشتغل وعايز يربح وعايز يعمل سمعه وعايز يعمل صيت. واحنا اتفقنا ان ده هدف من ضمن الاهداف بتاعنا، كل الاهداف بتاعنا في الجمله دي. انا اتعب، انا اجتهد، انا اعمل علشان اعمل سمعه واعمل ارباح كويسه. مهارات تسويقيه لعرض المنتجات وتسويق. انا مؤمنه بحاجه يا جماعه، الواحد اللي بيشتغل في اربع حيطان، طول ما هو قاعد بيشتغل في اربع حيطان ما بيشتغلش. ايه السبب؟ بتسوق ازاي؟ الناس تعرفك منين؟ يعني انا دلوقتي بعمل حاجه كويسه جدا وطبقتها وحطيتها في الدولاب، خلاص ما عملتش حاجه. لكن اللي حصل هو، انتوا بتعرفوا مين اللي ناجح في الحياه في المجال ولا لا؟ لما احنا بنيجي نعمل حاجه في مجال جديد بنسال اول حاجه، يا جماعه تعرفوا حد في المجال ده؟ بتلاقي ناس تعرف وناس ما تعرفش. مين اللي بيجاوب عليك الاول؟ بيجاوب عليك الحد اللي جرب والحد اللي عرف الاول. في ناس تقول لك لا والله ما اعرفش. لكن طيب المعرفه بتيجي منين؟ المعرفه بتيجي من التواصل والاتصال. التواصل والاتصال بيجي منين؟ من الدعايه والاعلان والمعرفه. انا دلوقتي لبست حد ما شاء الله اعجب بشغلي، طب ما انا شغلي ده انا تعبت فيه، خدت خطوات معينه. في حاجات كتير جدا ممكن تخلينا نسوق كويس جدا. اولا الانترنت، الانترنت ما خلاش حاجه، صفحاتنا صفحه بسيطه، كلنا عندنا صفحه على الفيس، كله صور الحاجه بطريقه كويسه بالموبايل اللي في ايدك، مش هتشتري اي وسائل دعايه تاني، ننزل الحاجه. يا سلام لو احنا نزلنا خطوات الحاجه معاها وقلنا قد ايه تعبنا علشان نطلع الشغلانه دي الجديده، ويا سلام كمان لو احنا قلنا ان الموضوع ده جديد ومبتكر ومن خيالي، من وحي خيالي. واجمل واجمل لو انا الكلام ده جايلي من زبونه معينه او زبون معين، بقول انا بشكر الزبون الفلاني لان هو جاب لي الفكره الجميله دي وانا ما كنتش اعرفها، حاولت فيها بس عشان انا بحاول وبجتهد وبعلم نفسي انا عملت الفكره الجميله دي. كل دول، كل الناس اللي قلنا عليهم دول هيبقوا وراك وفي ظهرك. ليه؟ لان هم هيبقوا عايزين يظهروا، عايزين هم كمان الناس تشكرهم، حاسين ان هم كانوا شركاء في نجاحك. شريك في نجاحك بيبقى دايما هو اللي بيساعد وهو اللي بيخليك توصل لقدام. دايما رد الجميل للاخرين واجتهد كويس في شغلك، هتوصل ان شاء الله بنجاح للي انت عايزه على طول. احنا النهارده ناقشنا المهارات المطلوبه لعمل مشروعين، ونتمنى ان انت تبقوا فاكرينها، وهنتواصل المره الجايه في موضوع جديد برضو في نفس المشروعين لغايه ما نكمل ان شاء الله. شكرا ليكم، سعيدنا بيكم. نروح فقرتنا الثانيه.